هو ده القرار السعيد اللي كتير من الإعلاميين كانوا بيروجوله في الفترة الأخيرة، والظاهر فعلاً إن القرار ده هيساعد مصر على مواجهة كل أزماتها، خصوصاً وإن الرئيس وجه بتنفيذه بشكل فوري وسريع. إيه هو القرار ده وإزاي هيحل مشكلة مصر؟ وإيه اللي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي عنه؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في خمسة بالعربي. ضمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع الغذائية للمصريين بشكل مستدام من إنتاج أرض مصر، اجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي إن الاجتماع ده استعرض المشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية في ضوء ما تم تحقيقه في القطاع الحيوي ده من تقدم كبير في السنين الأخيرة في إطار خطة الدولة، وده لإحداث تغيير جذري في خريطة مصر الزراعية. بتشمل الخطة اللي اطلع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي عملية تنفيذ واسعة وغير مسبوقة لاستصلاح ملايين الأفدنة، وده في مختلف أنحاء مصر. ده هيكون خلال فترة زمنية قصيرة جداً، هتوصل مساحة الأراضي المستصلحة دي لأكثر من 3 مليون فدان هيتم إضافتهم في الفترة اللي جاية للرقعة الزراعية، ده تقريباً أكثر من ثلث مساحة الأراضي المزروعة الموجودة في مصر حالياً. اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان على جهود زيادة وتحسين إنتاجية الفدان في مصر من ناحية الكم والنوع، ده أدى لتقدم مصر في الترتيب العالمي لإنتاجية الفدان للمراكز الخمسة الأولى، ده في العديد من المحاصيل زي الرز والذرة والقمح. أصدر الرئيس كمان توجيه حاسم للحكومة بمواصلة العمل على حوكمة استخدام الأسمدة والتقاوي، وكمان أمر بتيسير استخدام الميكنة في الزراعة، وده لتقليل الفاقد في وقت الحصاد، بالإضافة كمان لتوجيهه بتعزيز دور البحوث العلمية الزراعية. تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان معدلات نمو الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة من مصر للخارج، ده الأمر اللي القاهرة حققت طفرة كبيرة فيه، بحيث أن قيمة الصادرات دي تجاوزت 7.5 مليار دولار السنة اللي فاتت. أمر الرئيس بمواصلة الجهود المكثفة على محاور توفير الدعم الكامل للمزارعين، والعمل كمان المستمر لتحسين الجودة وتعزيز سمعة المنتجات الزراعية المصرية عالمياً، ده من خلال الالتزام بالمواصفات الدولية. السيسي أكد أن الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير قطاع الزراعة واستعادة مكانة مصر التاريخية في المجال ده بتيجي ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، واللي بتتكامل فيها كل القطاعات الاقتصادية من زراعة وصناعة وبنية تحتية وطرق ومرافق ونقل وتجارة لتحقيق أعلى قيمة مضافة للمنتجات المصرية بشكل يدعم تحقيق مصر للأمن الغذائي، خصوصاً في ظل الظروف الدولية الراهنة المضطربة. بتساعد التوجيهات الرئاسية الجديدة المتعلقة بالقطاع الزراعي في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمواطنين وزيادة كمان الصادرات، وبتقلل من حاجة مصر للاستيراد، ده بيصب كمان في النهاية في مصلحة المواطن المصري ومستوى معيشته.